بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ماذا أخذنا بالأمس في الأصول الثلاثة؟ نعم، لماذا ندرس التوحيد؟ نعم، حق الله العبيد، سبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ونحن بحاجة التوحيد أكثر من حاجة الطعام والشراب. لا يدخل الجنة إلا موحد، لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عمل إلا به، استقرار الأمن والهداية والطمأنينة وحلاوة الإيمان. نعم، وقلنا من يعني يرد أو يستشكل يعني دراستنا للتوحيد أو تدرسنا للتوحيد نناقشه بماذا؟ نقول له أي نعم، هذا التوحيد الذي أوجب الله عليك وعلمك أنه لا يقبل أي عمل إلا به ولا يدخل الجنة موحد، تعرف ولا بد. يقول نعم. نقول اشرحوا لنا، فإذا شرحوا الحمد لله، وإذا لم يشرحوا نقول كيف تدعي أنك موحد وأنت لا تعرف التوحيد وأنت مفرط في أمر الله؟ وكذلك نسأله أيضا عن الشرك. طيب، هذا السؤال الأول، لأننا قلنا قبل البدء بالدراسة لابد من 4 أسئلة. السؤال الأول، لماذا اخترنا دراسة التوحيد؟ السؤال الثاني، نعم، لماذا اخترنا دراسة هذا المتن بخاصة ولم يعني ندرس غيره من الكتب؟ نصيحة العلماء. طيب، المؤلف له القبول، ذكر الأدلة من الكتاب والسنة، وهذه مسائل القبر التي يسأل عنها الإنسان في قبره، وثبت الله الذين آمنوا بقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخر. السؤال الثالث، نعم، ما هي الأصول الثلاث باختصار؟ وقلنا الأصول الثلاث باختصار هي أسئلة القبر. السؤال الرابع، نعم، ما هي الثمرة التي نجنيها من دراسة الأصول الثلاثة؟ قلنا الثمرة هي من تعلمها في الدنيا ثم عمل بها ثم دعا إليها ثم صبر على العلم ثم العمل ثم الدعوة، أجاب بإذن الله عن أسئلة القبر. طيب، قبل البدء بالدراسة قلنا لابد أن الطالب إذا اقتنى كتاب أو أراد أن يعني يعرف محتويات الكتاب فيقرأ المقدمة والفهرس، لأنه بالمقدمة يعرف مصطلح المؤلف وبالفهرس يعرف محتويات الكتاب. وذكرنا أننا إذا أردنا أن نفهرس هذا المتن المبارك مثل الأصول الثلاثة نفهرسه إلى كم قسم؟ إلى 5 أقسام، وهي المسائل الأربع، وهذا درس اليوم إن شاء الله تعالى، وخلاصتها سورة العصر. الثاني، المسائل الثلاث، وقلنا لابد أن تفرق بين الأصول الثلاثة والمسائل الثلاث. القسم الثالث، لماذا ندرس التوحيد؟ قلنا أن المؤلف رحمه الله تعالى دائما يركز على هذا الأمر، وذكر هذا الأمر في الأصول الثلاثة وفي القواعد وفي كشف الشبهات وفي كتاب التوحيد، لأن هناك من يحارب دعوة أهل السنة والجماعة إلى تعلم وتعليم التوحيد. القسم الرابع، شرح الأصول الثلاثة، قلنا هذه من عادة المؤلف أنه يجمل ثم بعد هذا يفصل، وهذا من أحسن ما يكون في التأليف. الخامس، الخاتم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في 3 الأصول وأدلتها، بسم الله الرحمن الرحيم: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه.
الرابعة الصبر على الأذى فيه، والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر: إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى هذا المتن المبارك بالبسملة، وسبب البدء بالبسملة والله أعلم أن هناك خمسة أسباب. السبب الأول اقتدام بالكتاب العزيز، لأن الله سبحانه وتعالى افتتح كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم. الثاني اقتدام بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل وبالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وإنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. الثالث اقتدام بعلماء السلف. والرابع تيمنا وتبركا للبداء بسم الله، لأن كل شيء يذكر عليه اسم الله تحل فيه البركة. الخامس استئناسا بحديث، وإن كان لا يصح كل أمر ذي بال يبدأ فيه بحمد الله أو بسم الله فهو أقطع وأجدر. طيب، بعد هذا بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه. نعم، قال: قال رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. اعلم رحمك الله، من عادة المؤلف رحمه الله تعالى أنه يدعو للطالب، وهذا فيه حرص المؤلف رحمه الله تعالى أن كل خير يلحق بالطالب أو القارئ، ودعا في الأصول الثلاثة للقارئ والطالب في ثلاث مواضع، ويأتي معنا إن شاء الله تعالى أنه دعا في القواعد الأربع في موضعين. نعم، قال أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، وقلنا هذه المسائل الأربع خلاصتها سورة العصر، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في أنواع الجهاد على ما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، أنه قال الجهاد على أربعة أقسام. القسم الأول جهاد النفس، جهاد النفس يكون بهذه الأمور الأربع، المسائل الأربع تجاهد نفسك: أولا بالعلم، وثانيا بالعمل، وثالثا بالدعوة، ورابعا بالصبر، أن تصبر على العلم أولا، ثم على العمل ثانيا، ثم على الدعوة ثالثا. نعم، ومن عادة المؤلف أن يذكر مسائل ويذكر لها أعداد حتى تضبط وتحفظ، وهذه في الحقيقة هي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول مثل قوله عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات. والموبقات أكثر من سبع، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضوان الله عليهم أن يضبطوا في هذا المجلس سبع موبقات، كما ذكر عليه الصلاة والسلام خمس من الفطرة، وكما ذكر وقال في العشر المبشرين من الجنة. إذن من أحسن ما يكون في التأليف، ومن المميزات التي تميزت بها كتب الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، أنه يجمع المسائل ويذكر لك عدد حتى تستطيع أن تضبط هذه الأمور التي يذكرها لك، وهذه في الحقيقة قلنا هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، قال رحمه الله: الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. العلم، قال وهو معرفة الله، هذه الثلاثة هي الأصول الثلاثة، و المؤلف رحمه الله تعالى أجمل هنا ولم يفصل في الأصول الثلاثة ولم يشرحها، وهذا من عادته في التأليف، وهذا من أحسن ما يكون، أنه يجمع المسائل أولا ثم بعد هذا يبدأ بالتفصيل. إذا لابد أن العبد قبل أن يعمل يتعلم أولا، ولأن الذي يعمل بلا علم فيه شبه بالنصارى، والذي
يعلم ولا يعمل في شبه باليهود. نعم. قال رحمه الله: الثانية العمل به. الثانية العمل به، لأن ثمرة العلم العمل. وأول من تسعر بهم النار نسأل الله السلامة والعافية عالم تعلم العلم ولم يعمل به، وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. وقال بعض العلماء: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، يعني العلم ينادي العمل، فإن جاء العلم العمل بقي العلم، وإن لم يأتي نسأل الله السلامة والعافية لا علم ولا عمل. نعم. قال: الثالثة الدعوة إليه. الثالثة الدعوة إليه، أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يرشد إلى الدعوة إلى ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الإنسان إذا تعلم أولا ثم عمل ثانيا لابد أن يدعو إلى هذا الأمر، لأنه يعرف أنه حق ولابد أن يدل الناس إليه. ونضرب بهذا مثال: إذا رأينا إنسان يمشي في طريق ويكاد أن يسقط ويكاد يسقط في حفرة مثلا، هل ننبهه أو نتركه؟ ننبهه لابد، لأننا إذا تركناه قد نضمن هذا الرجل. فقال: إن كان هذا في أمور الدنيا فما بالك في أمور الآخرة؟ ففي أمور الآخرة من باب أولى، إذا رأينا الناس أوشكوا الوقوع في حفر النيران لابد أن ننبههم. وهذه الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن لو كنت من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا لابد أن تدعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأول ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو التوحيد. إذن أراد المؤلف رحمه الله تعالى بالدعاء أي الدعوة إلى توحيد الله وإلى ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى ما سيأتي معنا أن الدعوة لها شروط خمسة: الأول، الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني معرفة حال المدعو، والشرط الثالث العلم الشرعي، والرابع الحكمة، والخامس الصبر على ما سيأتي معنا إن شاء الله من الأدلة. نعم. قال رحمه الله: الرابعة الصبر على الأذى فيه. الصبر على الأذى فيه، كأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول أن هذا الطريق سلكوا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ولحقهم ما لحقهم من أذى، ولا يمكن أن يأتي أحد ويسلك هذا الطريق ولا يلحق شيء، فإذا لابد أن تصبر. نصبر على ماذا؟ كان يرشد المؤلف رحمه الله تعالى إلى الصبر أولا على العلم، والصبر ثانيا على العمل، والصبر ثالثا على الدعوة إلى الله، لأن هذا الطريق سلكوا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ولحقوا ما لحقوا من أذى. والعلماء يقسم الصبر إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله حتى تؤدى كالصبر على الصلاة، والثاني الصبر عن معصية الله حتى تجتنب كالصبر عن المحرمات ومن أعظمها الشرك، الثالث الصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى. إذن الصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله حتى تؤدى، وعن معصية الله حتى تجتنب، والثالث على أقدار الله ما يقدر الله سبحانه وتعالى العبد مثل المرض أو الفقر وغيره. نعم. والدليل قوله تعالى: هذا من أحسن ما يكون، وهذه من أحسن ميزة تميزت بها كتب المؤلف رحمه الله تعالى، أنه لا يذكر مسألة إلا مقرونة بالدليل. لماذا؟ أولا حتى يعلم الطالب الاتباع، الثاني والله أعلم أنه أراد بهذا أن يهيئ الطالب أن يكون عالم يوم من الأيام يستنبط الأحكام من أدلته على أسس السليمة، الثالث والله أعلم أنه أراد أن يعلم الطالب كيف يرد على المخالف، يرد على المخالف بذكر الأدلة من الكتاب والسنة، لأن الحجة في كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر، أقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر، والله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وليس لنا أن نقسم إلا بالله، ومن حلف بغير الله فقد كفر وأشرك.
إن الإنسان لفي خسر، كل إنسان فهو خاسر، واستثنى الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر. ولو تسأل أي إنسان على وجه الأرض سواء كان مسلم أو كافر، هل تريد الربح أم الخسارة؟ لا يمكن أن يختار إلا الربح. ولذلك هذه السورة كانت كافية في قيام الحجة على الخلق أن يتعلموا ويعملوا ويدعوا ويصبروا. فلذلك قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلق إلا هذه السورة لكفتهم. هل معنى هذا الكلام من الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه لا يريد نزول شيء من القرآن إلا سورة العصر؟ لا، كأنه يقول الشافعي أن هذه السورة وحدها تكفي في قيام الحجة على الخلق أن يتعلموا ثم يعملوا ثم يدعوا ثم يصبروا، فما بالك بباقي سور القرآن؟ فالقرآن كله حجج، فقد قامت الحجة على الخلق بهذه السورة فضلا عن غيرها من السور. نعم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. سوف يأتي معنا أن الإيمان هو قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص. نعم. قال رحمه الله، قال الشافعي رحمه الله تعالى، وهذا أيضا من ما تميز به المؤلف رحمه الله تعالى أنه ينقل عن أئمة السلف وعن علماء أهل السنة والجماعة، والنقل عن علماء أهل السنة والجماعة هذا ليس للاحتجاج ولكن هذا للاستئناس به. نعم. الإمام الشافعي هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى، معروف من أصحاب المذاهب الأربع. نعم. من أئمة المذاهب الأربع. نعم. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. نعم. وقال البخاري رحمه الله تعالى، البخاري هو محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى صاحب كتاب الصحيح. نعم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. نقل المؤلف رحمه الله تعالى قول الإمام البخاري رحمه الله، وذكر أن البخاري رحمه الله تعالى بوب وجعل باب العلم قبل القول والعمل، لأن الإنسان إذا عمل بلا علم ففي شبه بالنصارى كما ذكرنا، وإذا تعلم ولم يعمل في شبه باليهود. إذن لابد أولا من العلم ثم بعد هذا من العمل، على ما ذكرنا: وعالم بعلمه لم يعمل، معذب من قبل عباد الوثن. إذن لو أراد إنسان أن يصلي مثلا أو يصوم أو يعتمر أو ما إلى ذلك، لابد أن نقول له: أي عبادة تريد أن تأتي بها فهي محرمة عليك حتى تأتي بدليل على هذه العبادة. وشرط قبول العبادة الإخلاص والمتابعة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال: والدليل، وهذا فيه أن علماء السلف رحمهم الله تعالى أنهم لا يذكروا مسألة إلا مقرونة بالدليل على ما تقدم معنا. فاعلم أولا أنه لا إله إلا الله ومحمدا عبده ورسوله. ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله على ما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، وأن محمدا عبده ورسوله مقتضاها طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر. فاعلم أنه لا إله إلا الله، إذن بدأ بالعلم قبل القول والعمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، لأن في العادة أن الإنسان إذا عمل أي عمل لابد أن يكون في عمله شيء من القصور، وشرع الله سبحانه وتعالى الاستغفار بعد العبادات، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هدي أن يستغفر أدبار الصلوات المفروضة، وجاء الاستغفار بعد الانتهاء والفراغ من الحج. وكذلك عندما نزل قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفر، هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم دنا أجله، وقرن الله سبحانه وتعالى التوحيد مع الاستغفار. والدليل هذه الآية: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر
لذنبه، لأنه في العادة أن الإنسان إذا قلنا عمل أي عمل لابد أن يكون في عمل شيء من القصور، ولذلك شرع الاستغفار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله سبحانه وتعالى ويتوب إليه. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ماذا أخذنا؟ نعم، بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالبسملة. سبب البدء بالبسملة قلنا الأول اقتداء بالكتاب العزيز بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل وبالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، اقتداء بعلماء السلف، استئناسا بحديث وإن كان لا يصح كل أمر ذي بال، والخامس تيمنا تبركم بدأ بسم الله وغيره. نعم، أرفع صوتي. نعم، أن دعا للطالب، وقلنا دعا في الأصول الثلاثة في ثلاث مواضع. نعم، ما أسمع. أي نعم، أراد من الطالب أن يضبط، وكيف يكون الضبط؟ بذكر أربع أو ثلاث أو خمس، وهذا هو قلنا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم للصحابة: اجتنبوا السبع الموبقات، خمس من الفطرة، وما إلى ذلك، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، أن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر المسألة مقرونة بالعدد حتى تضبط وتحفظ، وإذا خرج الصحابة من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع استحضار هذه الأمور. نعم، وهذا من أحسن ما يكون في التعليم. نعم نعم، أقسام الصبر: أولا الصبر على طاعة الله حتى تؤدى، والثاني الصبر عن معصية الله حتى تجتنب، والثالث الصبر على أقدار الله. نعم، طيب، قلنا دعا في ثلاث مواضع، هذا دليل أن المؤلف رحمه فيه، يعني أن المؤلف رحمه الله يرغب أن كل خير يلحق بالطالب. نعم، بدأ بالعلم لأنه لابد من العلم قبل العمل. نعم، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى وصحبه وسلم.